بكلوتس هذا يا راح نجي ساعة المصليات أول مصل لاترال كريكو لاترال كريكو أرتينويد مصل بوستيرير كريكو أرتينويد مصل هذا أول مصليتين بعد مصلية ثارو من يم الثاروت تطلع من يم الثاروت كارتيج ثارو أرتينويد مصل تروح البوستيرير هي هذا ثارو أرتينويد مصل عندنا هنا مصل مميزة اثنين تنقسم الطبقتين هاي على المصل الأوبليك طبعاً هي انتر أرتينويد مصل تفصل هاي جاي شوف هذا الخط تفصل انتر أرتينويد مصل أوبليك أول طبقة وبراها من براها ترانسفيرس انتر أرتينويد مصل ستركتشرات عندنا ستركتشرات هذا الستركتشر أول واحد آري إبيغلوتيك فولد هذا هي الفولد هذه هاي الفولد آري إبيغلوتيك فولد عندنا هذا الإبيغلوتيس هذا ويا نفس هذا راح يرجع يغطينا اللارينكس هذا الفيستيبول هذا هنا الفنتريكل هاي الفولد فولس فوكال فولد ترو فوكال فولد قلنا هاي اري ايبيغلوتيك فولد هاي الفولد اري ايبيغلوتيك فولد قلنا هذا الايبيغلوتيس وهذا الهايويد بون من الهايويد بون اكون ليجمنت يربط الإبيغلوتيس اللي هو هايو إبيغلوتيك ليجمنت هذا يا هايو إبيغلوتيك ليجمنت عندنا هنا بعد شنو تركيب ميمبرين بين الثيرويد كارتليج وبين الهايويد بون ثيرويد كارتليج والهايويد بون ثايرو هايويد ميمبرين هذا نفسه قلنا عليه ثيرويد ميمبرين قلنا هنا هاي ثيرويد كارتليج وهنا كريكو ثيرويد اللي الكريكويد كارتليج هذا ويا نفس هذا الكريكويد كارتليج زين بعد عندنا ستركتشر هنا موجود هذني بس عادي شوي سكر اول فولد هاي الميديان جلوسو بيغلوتيك فولت ولاترال جلوسو بيغلوتيك فولت هاي طبعا هذا الميني جندني من التانك يروح اللون للإبيغلوتيس لذلك جاي نسميها جلوسو إبيغلوتيك فولت اللي هي ميديان ولاترال